بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم عرض المساء الإخباري من قناة الشروق، والبداية بالعناوين. الاتحاد الإفريقي يعلن دعمه لجهود السودان في تحقيق السلام بالبلاد. السودان يؤكد التزامه بالاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان بشأن أبيي. تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا في السودان. أهلا بكم. اتهمت وزارة الخارجية جهات لم تسمها بالسعي للتشكيك في وطنية الحكومة السودانية على خلفية طلب المساعدة من الأمم المتحدة تحت البند السادس لبناء السلام وتعزيز الاستقرار. وقالت الخارجية في توضيح صحفي إن ما يثار عن البعثة حديث عار من الصحة، حيث أشارت الخارجية إلى أن هذه البعثة السياسية الخاصة لم تناقش تفصيلا إلى الآن في مجلس الأمن، ولم يتم التداول حولها أو حول ولايتها. واعتبرت الحديث عن قوات دولية ستحل بالبلاد أو بعثة سياسية تنتقص من سيادة السودان محض افتراء وتهويل. وأشار البيان إلى أن البعثة السياسية الخاصة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة آلية معروفة ومعتمدة ومطبقة في النظام الدولي وممارسة وتمارس من قبل الأمم المتحدة. أبدى الاتحاد الإفريقي استعداده لدعم موقف السودان من بعثة الأمم المتحدة القادمة على أساس البند السادس بأن تكون مهمة البعثة سياسية لدعم التحول الديمقراطي في السودان دون أي مهام عسكرية. ولدى لقائه عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، أكد رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي في الخرطوم السفير محمد بلعيش دعم الاتحاد الإفريقي لجهود السودان لتحقيق السلام الشامل المستدام والتنمية وبناء المؤسسات. وبحث كباشي مع السفير محمد بلعيش مسار السلام الشامل وشكل العلاقات بين السودان والأمم المتحدة بعد خروج قوات بعثة يوناميد. وأكد بلعيش قدرة المسؤولين في الحكومة الانتقالية على إنجاز كل استحقاقات السلام ومجابهة التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية. قررت لجنة الطوارئ بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية الطيب الشيخ إحكام التنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قضايا الوقود وتكدس العربات أمام الطلمبات في أعقاب الزيادة المستمرة في أعداد المصابين بوباء كورونا. وقررت اللجنة تشكيل قوة أمنية من كل القوات لإزالة التكدس أمام الطلمبات والسماح فقط لعربات الطوارئ والعربات التي تحمل إذن مرور، فيما خاطب اجتماع اللجنة العليا لتحديد مواعيد التزود بالوقود. كما أطلعت اللجنة على الاتفاق الذي تم مع وزارة النفط بتخصيص عدد 4 طلمبات للكوادر الطبية و7 طلمبات لعربات النفايات و11 محطة للمشاريع الزراعية و4 محطات لنقل القمح. هذا وستستمع اللجنة في اجتماعها غدا لتقارير حول موقف توزيع الخبز والغاز والسكر والدعم الاجتماعي للمستحقين. أكد مجلس الأمن الدولي على أهمية منع التصعيد في منطقة أبيي والتوصل إلى تسوية لقضية أبيي وفقا لمرجعيات الحل النهائي المتفق عليها. وناقش مجلس الأمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في أبيي والتقدم في تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي ونسفة. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عمر صديق استعداد السودان لمساعدة يونسفا في أداء مهامها، وتعهد بالتزام السودان بالاتفاقيات ذات الصلة مع جنوب السودان وعلى رأسها الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي واتفاقيات التعاون بين السودان وجنوب السودان. أعلنت السلطات الصحية في السودان عن تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات اليوم الأربعاء. وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بحسب التقرير الوبائي اليومي إن ولاية الخرطوم سجلت 55 حالة، فيما شهدت ولاية الجزيرة حالتين. وأشارت إلى أن ولاية الخرطوم سجلت وفاتين، بينما كانت الوفاة الثالثة بولاية سنار من ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا. وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كوفيد-19 في البلاد إلى 375 حالة، متضمنة 28 وفاة، فيما تعافت 32 حالة.
أعلنت السلطات الصحية بالشمالية في الإيجاز اليومي إصابة مؤكدة بالولاية بمدينة دونغولا، وأكد مدير عام الصحة بالولاية صابر فتحي القيام بكافة الإجراءات اللازمة في التعامل مع الحالة التي تم الإعلان عنها وهي الأولى كإصابة بفيروس كورونا. وأضاف صابر أن هناك حالات اشتباه أخرى في دونغولا ومراوي يجري التقصي حولها، مؤكدا مضاعفة التحوطات ورفع درجة الاستعداد لأقصى درجة ممكنة. هذا وأطلق والي الولايات الشمالية محمد حسن الساعوري نداء للشركات والبنوك وأصحاب الأموال وأبناء الولاية المغتربين والخيرين للمساهمة في مجابهة جائحة كورونا ودعم الشرائح الضعيفة. وخطب والي الشمالية ورشة لتوحيد الجهود الشعبية والرسمية لمجابهة فيروس كورونا، وأكد الوالي مواصلة حكومة الولاية في الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار المرض والاستمرار في تجهيز مراكز العزل بالمحليات. وأعلن ترحيب حكومة الولاية ووقوفها مع جميع المبادرات التي تصب في اتجاه التصدي لفيروس كورونا، وأضاف أن حكومة الولاية الشمالية شرعت في الإعداد والترتيب مع ديوان الزكاة وبعض المؤسسات الاجتماعية في دعم الأسر والشرائح الضعيفة والفئات التي تأثرت من الإجراءات والقرارات الصحية الأخيرة. نحن نطمن الناس أنه الآن نحن معظم مراكز العزل بتاعتنا جاهزة، في وحدات وجهنا بتجهيز أكثر مما هي موجودة في بعض المحليات، وده نداء من هنا أو توجيه لإخوان المدراء التنفيذيين، لابد إنه المحليات تتأكد تماما إنه مراكز العزل بتاعتها جاهزة ومعدة لاستقبال الحالات اللي يمكن تكون مشبوهة وليست مؤكدة، لأن الحالات المؤكدة التعامل بتاعها مختلف عن الحالة المشبوهة. ودي رسالة أنا برسلها لكل أهلنا في الولايات الشمالية، إنه مراكز العزل التي أعدت في المحليات وفي المدن الكبيرة هي لهم هم لأهلنا في هذه المحلية. من جانبه استعرض ممثل المبادرة الشعبية للتصدي لفيروس كورونا بالولايات الشمالية عبد الرؤوف محمد فتحي، استعرض البرامج والأنشطة التي نفذتها المبادرة لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية داخل الأحياء، ودعا لإحياء قيم التكافل والتراحم والتقيد التام بقرارات وإجراءات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بالولاية الشمالية. هدفنا نحن لأنه حتى المرض ده ما عنده بعد بس طبي، لا عنده بعد اقتصادي، يعني حتى مثلا شركات الذهب بسبب الفيروس وتكفيل الأسواق كل المعدنين والشركات وقف العمل بيؤدي لخسائر كبيرة جدا. فنحن في رأينا الناس يحسبوا حساب، أنا الموضوع ده لو الدولة انهارت حخسر شنو؟ وفي الفترة دي لو أنا ساهمت في موضوع التباعد الاجتماعي بالدعم أنا حخسر كم؟ حنلقى إنه الخسارة حقتنا ولا واحد على المليار. أعلنت حكومة ولاية غرب دارفور تجهيز مركز للعزل ومواقع الحجر الصحي برئاسة الولاية والمحليات تحسبا لفيروس كورونا. وأوضح والي غرب دارفور المكلف ربيع عبد الله آدم أن حكومة الولاية واللجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية والمنظمات تعمل في تعاون تام لمحاصرة جائحة كورونا. وشدد حكومة الولاية بل شددت على إجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات والازدحام وقفل بعض الأسواق. وأكدت حكومة ولاية غرب دارفور تضافر الجهود مع كافة الأجهزة لمجابهة فيروس كورونا، خاصة بعد ظهور حالات بدول الجوار والولايات المجاورة، مشيرا إلى التجهيز الكامل لمركز العزل ومواقع الحجر الصحي برئاسة الولاية والمحليات. التحدي كان طبعه كبير، طبعا معروف الولاية بامتداداتها الكبيرة مع الجارتشات، فعلا كان في تحدي كبير، وكذلك السلوك، يعني خاصة هنالك هجرة مستمرة أو هنالك يعني تبادل بتاع منافع مستمر مع وجود سلوك يمكن كثير محتاج لمراجعات في الدولتين، فدي فعلا خلت يكون في إشكاليات في التنفيذ، ولكن بنقول إنه مستوى التنفيذ ممتاز لحد الآن. كذلك صاحبة المسألة دي إجراءات حظر التجول، ويمكن بعد ما الناس في الفترة الأخيرة استقبلت الحالة في وسط دارفور كان هنالك إجراءات احترازية زيادة، لو من ضمنها تجديد المسألة بتاعت حظر التجول، وكذلك قفل جزء من الأسواق باعتباره ما كل السوق بيكون شغال، الناس الما ضروريين نحن قلنا ما يكونوا موجودين. ويمكن برضو الجنينة بالتحديد كحاضر الولاية قفلناها وستقفل
من المحليات الأخرى، الحركة بين المحليات تكون موجودة، حركة البضائع تكون موجودة، ولكن حركة الناس يعني محدودة جدا. تسلم عضو مجلس السيادة نائب رئيس لجنة الطوارئ الصحية صديق تاور تبرعا بنحو 1 مليار جنيه من الرياضيين لدعم جهود الدولة في مكافحة كورونا. وقالت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي إن المبادرة شارك فيها كل الرياضيين من كل أنحاء السودان. وأشارت البوشي إلى أن الوزارة وضعت كل دورها لتكون تحت تصرف وزارة الصحة، ووجهت كل الأندية والاتحادات والمرافق الرياضية بالولاية لتكون تحت تصرف وزارة الصحة. وأضافت الوزيرة أن عددا من الأندية قدمت مجهودا مقدرا في مكافحة فيروس كورونا. وقالت الوزيرة إنها فخورة بجهود المجتمع الرياضي في الحد من انتشار فيروس كورونا. قمنا بتسليم تبرعات الرياضيين من أجل مكافحة جائحة الكورونا، اللي هي كانت تم تجميع مبلغ 1 مليار جنيه بالقديم، ودي حاجة من المجهودات الكبيرة قاموا بها المجتمع الرياضي. فيعني وده كان نفير استنفروا فيه كله، يعني هي مبادرة جات من اتحاد كرة القدم بولاية الخرطوم، لكن شاركوا فيها الحكام من كل أنحاء السودان، وشاركوا فيها الرياضيين من كل أنحاء السودان، حتى شاركوا فيها شباب وأطفال صغار. ودي رسالة الرياضة، دائما بقولها إنه الرياضة دورة كبير جدا في خدمة المجتمع، وإنه الناس كيف تخدم البلد وتتوحد في وقت الكوارث زي الوقت اللي احنا فيه حسي حاليا. وبرضو في كمية من الأندية قدموا الدور بتاعتهم وبقت تحت تصرف لجنة الطوارئ الصحية. أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدو قرارا بإعفاء حمزة إبراهيم حمزة من وظيفة الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب. وجاء القرار بناء على توصية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي. ووجه القرار وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار. عرض الإخبار متواصل معكم وفيه عقب الفاصل. وزير الصناعة يدشن مبادرة لتوفير السلع الأساسية لمكافحة ارتفاع الأسعار. أهلا بكم وإليكم طائفة من أخبار العالم، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن قلقة بسبب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته، وحذر من أن مثل هذه الأفعال تهدد مساع إحياء المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وقال بومبيو في بيان: مثل هذه الحركات الأحادية الجانب لا تسهم سوى في تفاقم وعدم استقرار اليمن، كما أنها غير مفيدة على الأخص في وقت تتعرض فيه البلاد لخطر مرض كوفيد-19، وتهدد كذلك بتعقيد جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحياء المفاوضات السياسية بين الحكومة والحوثيين. وقال بومبيو: ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة جمهورية اليمن إلى معاودة التواصل ضمن العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض. حصل جو بايدن المرشح المفترض للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية على تأييد هيلاري كلينتون للمنصب الذي خسرته بفارق ضئيل في الانتخابات التي جرت عام 2016 في سعيها لأن تكون أول امرأة تنتخب لرئاسة الولايات المتحدة. والتأييد الذي أعلنته كلينتون خلال اجتماع على الإنترنت حول آثار أزمة تفشي فيروس كورونا على المرأة جاء في لحظة حاسمة، حيث يتطلع بايدن لتعزيز صورته بين الناخبات ومجموعات سكانية رئيسية أخرى فيما تدمر الجائحة الاقتصاد بل الجائحة الاقتصاد الأمريكي. وقدم بايدن الذي تعهد باختيار امرأة لتكون نائبته كلينتون في الاجتماع الافتراضي على أنها الشخص الذي كان ينبغي أن يكون الآن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن يتفهم الكونغرس الأمريكي بشكل أفضل الأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهما نظرا للتضامن والإمدادات المتبادلة خلال وباء فيروس كورونا. وصلت رسالة أردوغان مع شحنة من اللوازم الطبية التركية التي تشمل ملابس وقائية وكمامات لمساعدة شركتها في حلف شمال الأطلسي على احتواء تفشي مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس. ونشرت رئاسة الجمهورية في أنقرة الرسالة اليوم الأربعاء. وقال الرئيس التركي في الرسالة:
آمل أن تشهد الفترة المقبلة في ظل روح التضامن التي أبديناها خلال الوباء تفهما أفضل من الكونغرس ووسائل الإعلام الأمريكية. وكان الكونغرس الأمريكي هدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة S-400 الدفاعية من روسيا، لكن الوباء أجل خطة تشغيل الأنظمة مع تركيز أنقرة على مكافحة انتشار المرض في البلاد. قالت يانغي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار والتي ستترك منصبها قريبا، إن الجيش هناك ربما يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ولايتي راخين وتشين اللتين اشتدت فيهما حدة القتال بين القوات الحكومية ومتمردين من أقلية عرقية. ولم يرد متحدثان باسم الجيش ومتحدث باسم الحكومة على مكالمات هاتفية لطلب تعليق. وينفي الجيش استهداف المدنيين، وأعلنت جماعة جيش أركان المتمردة منظمة إرهابية. وأضاف لي اليوم الأربعاء في آخر بيان لها في منصب المبعوثة الحقوقية والذي تولته لست سنوات، بينما العالم منشغل بوباء كوفيد-19 يواصل جيش ميانمار تصعيد هجومه في ولاية راخين مستهدفا السكان المدنيين، ودعت إلى تحقيق دولي في الأمر. أعلنت الصين اليوم الأربعاء أن البرلمان سيفتتح جلسة سنوية رئيسية يوم 22 من مايو، مما يشير إلى أنها تتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية بعد توقفها بشكل شبه كامل على مدى شهور بسبب جائحة كورونا. وخلال اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في العاصمة سيقر النواب تشريعا مهما، وستكشف الحكومة عن أهداف اقتصادية وتحدد تقديرات للإنفاق الدفاعي وتجري تغييرات في الموظفين. وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة في 5 مايو، لكنها تأجلت بسبب الفيروس الذي أصاب نحو 83,000 شخص وأودى بحياة أكثر من 4,600 في البر الرئيسي بعد ظهوره أول مرة في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين. اقتصاديا، أشاد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بالدور الكبير الذي تقوم به القطاعات الخاصة، خاصة القطاع الخاص ممثلا في اتحاد الغرفة الصناعية والتجارية واتحاد أصحاب العمل. جاء ذلك لدى تدشين مبادرة من المنتج إلى المستهلك التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة واتحاد غرف الصناعة، التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتعزيز الموقف الجيد من احتياجاتهم التموينية يباع للمواطن بسعر المصنع. وتعتبر المبادرة ضمن حزمة من المشاريع الإسعافية، وهي حملة للبيع المباشر للسلع الاستهلاكية ويشمل السلع التي يمكن توفيرها للمواطنين. زي ما قلنا، هو كله برنامج تجريبي حيتواصل ويمتد لمدن السودان وقواه المختلفة، من أجل أن يعني زي ما قلنا يتحصل المواطن السوداني على سلعته بدون أي تشوهات سعرية. من جانبه، أكد نائب رئيس تسيير اتحاد الغرفة الصناعية أشرف صلاح عن أهمية مبادرة حملة المنتج للمستهلك من المساهمة في القطاع الخاص وشركائه الذي يسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. وقال أشرف إن هذه المبادرة تمثل نموذجا تجريبي يتم بعده التقييم، ويمثل نقاط التوزيع في 91 نقطة داخل ولاية الخرطوم، ومن ثم يعمم على ولايات البلاد كافة. مبادرة أولى وحتعقوبها مبادرات عديدة. الهدف النهائي لهذه المبادرات إنه نقلل أسعار المنتجات الغذائية على وجه التحديد لأقل ما يمكن. الآن نحن في اتحاد الغرف الصناعية نعتبر رأس الرمح لهذه المبادرة باعتبار ولايتنا على كافة المصانع الصناعات الوطنية المنتجة. أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي إرجاء المؤتمر الاقتصادي من مطلع يونيو المقبل إلى وقت لاحق بسبب جائحة كورونا. وتبعا لذلك، قررت اللجنة التحضيرية تأجيل عقد الورش القطاعية التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من مايو المقبل. وأكد نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي آدم الحريكة أن إرجاء عقد المؤتمر لأجل غير مسمى لا يعني توقف العمل التحضيري للمؤتمر الرئيس والورش القطاعية وإعداد الأوراق وعقد اللقاءات عبر وسائل التواصل عبر الإنترنت.
قرر اجتماع مشترك بين وزارة الطاقة والتعدين وممثلين للقوات النظامية تفعيل التنسيق المشترك لضمان انسياب المواد البترولية وتوفير الخدمة للمواطنين بأيسر ما يمكن. وأكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين دكتور حامد سليمان حامد قدرة الوزارة على تأمين الوقود للقطاعات الاستراتيجية بالبلاد، وناقش الاجتماع مشاكل الصفوف والازدحام بمختلف مسبباتها وحماية تأمين مستودعات البترول وتأمين انسياب الوقود والغاز والإشراف على عمليات التوسيع بل التوزيع ومحاربة السوق السوداء وتفعيل العقوبات الرادعة للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية منها الوقود والغاز. أصدر مدير الإشراف والرقابة على التعدين التقليدي بالشركة السودانية للموارد المعدنية عبد الله علي أحمد شم قرارا بنقل مهام مديري مكاتب الشركة السودانية بالولايات إلى مديري مكاتب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالولايات المذكورة. وأوضح القرار أن المهام المنقولة تتضمن التنسيق مع حكومات الولايات بالإضافة للإشراف والرقابة على جميع أنشطة التعدين التقليدي بما فيها إدارة أسواق التعدين ومواقع الإنتاج والغرابيل والحفر الكبيرة والإشراف على نقل وترحيل مخلفات التعدين التقليدي. رياضيا رهن اتحاد كرة القدم السوداني قرار استئناف النشاط الرياضي مجددا سيكون مرهون بموافقة السلطات بالبلاد. وعلق الاتحاد السوداني لكرة القدم جميع الأنشطة الرياضية في البلاد تخوفا من تفشي فيروس كورونا. وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم حسن أبو جبل إن عودة المنافسات قرار دولة وإنه لم يتم تحديد موعد لاستئناف المنافسات مرة أخرى. وأضاف أبو جبل إن الاتحاد الإفريقي مهتم في الوقت الراهن بما يحدث بشأن وباء كورونا. ووفق البرنامج المعلن من الاتحاد يتعين اكتمال الموسم الرياضي في مايو المقبل. قاربت المهلة التي منحتها لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لفريق نادي الهلال السوداني على الانتهاء. وطالبت اللجنة الهلال بالرد على شكوى مدرب الفريق السابق التونسي نبيل الكوكي قبل إصدار القرار النهائي بشأن الشكوى. وكان الكوكي تقدم بشكوى للاتحاد الدولي طالب فيها بمستحقاته لدى نادي الهلال بقيمة 40,000 دولار. وأوضح الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني دكتور حسن أبو جبل في تصريح لباج نيوز أن خطاب الاتحاد الدولي تم تحويله إلى نادي الهلال للرد على شكوى المدرب التونسي نبيل الكوكي الذي تمت إقالته من الجهاز الفني للفريق بداية الموسم الحالي. أعلن مدرب المريخ العاصمي أمين المسلمي رغبته في المحافظة على كل اللاعبين الحاليين بالفريق. وأشار مدرب المريخ إلى أن هناك عروضا خارجية تلقاها عدد من لاعبيه. وقال المسلمي في تصريحات لقناة المريخ إنه تلقى الضوء الأخضر من اللاعبين مطلقي السراحة بالاستمرار مع الفريق. ومن أبرز اللاعبين الذين ستنتهي عقوداتهم بنهاية الموسم رمضان عجب ومحمد الرشيد. وأوضح التونسي أنه لا يفكر حاليا في الاستعانة بلاعبين أجانب لجهة أن العدد الحالي منهم كاف بالفريق. تواجه رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم مجموعة من الاختبارات الصعبة بخصوص تحديد البطل والفرق الصاعدة والهابطة بعد إنهاء مسابقتي الدوري في الدرجتين الأولى والثانية بسبب جائحة كوفيد-19 قبل 10 جولات من النهاية. وسيلتقي مجلس رابطة الدوري يوم الخميس لدراسة التبعات الرياضية والاقتصادية للإجراءات المعلنة من رئيس الوزراء. بعدما قالت الرابطة أمس الثلاثاء إن إدوار فيليب أكد أن موسم 2019-2020 لا يمكن أن يتم استئنافه. وقال جان بيير رئيس نيس كان قرارا حكيما، بينما قال سيلفان رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين أدركت الحكومة أنه لا يمكن تقدم أو تقديم الطوارئ الاقتصادية على الصحة العامة. أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية والشركة صاحبة الحقوق التجارية لبطولة العالم اليوم الأربعاء إلغاء مسابقات الجائزة الكبرى في ألمانيا وهولندا وفنلندا في يونيو ويوليو بسبب جائحة كوفيد-19. وكان من المفترض إقامة سباق ألمانيا في 21 من يونيو ثم يليه سباق هولندا بعد أسبوع واحد.
بينما كانت فنلندا تستضيف سباقا للجائزة الكبرى ببطولة العالم لأول مرة في 12 يوليو. وقال كارميلو الرئيس التنفيذي لشركة دورنا صاحبة الحقوق التجارية لبطولة العالم في بيان قال إنه بحزن عميق نحن نعلن إلغاء مسابقات ثلاثة مهمة في جدول بطولة العالم للدراجات النارية. ختاما لعرض المساء الإخباري أعود أذكر بما جاء في عناوينه. الاتحاد الإفريقي يعلن دعمه لجهود السودان في تحقيق السلام بالبلاد. السودان يؤكد التزامه بالاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان بشأن أبيي. تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا في السودان. انتهى عرض المساء الإخباري من قناة الشروق. أشكر لكم المتابعة، تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.